كرة القدم ما زالت بخير، دعونا نصفق لهذا الفتى الأندلسي الذي خطف الأضواء والأنظار. فالكلمات تبقى في وصفه محتشمة أمام ما يقدمه من سحر كروي بهذا العمر الصغير. أي موهبة هذه التي تجلت وأبدعت وأمتعت وأقنعت يا معشر العشاق؟ وأي شخصية يملكها هذا الفتى المراهق، حيث يقدم ألوانا وألحانا وفنونا كروية ممتعة للأنظار، وشخصية كبيرة فوق أرضية الملعب وإمكانيات هائلة. مع كل لمسة له تشعر بأن هناك ثقة عالية وخطورة قادمة لا محالة. فجمال له من اسمه نصيب في الجمال مع الساحرة. فإذا حدثوك عن جفاف الأنهار ونضوبها فصدق ذلك، وإذا حدثوك عن أفول النجوم وأروبها فهو واقع، وإذا حدثوك عن الجمال فهو يمان، وشاهد بأم عينيك، والمشاهدة ليست كالسماع.